الله يحفظهم ويجزاهم خير ويرحم والديهم واجعله ذري عليهم جنات الفردوس الاعلى واجعله تفتحها بوجيههم حين يلقون وجيههم يا ربي يا الله. الله يفرحهم مثل ما فرحوني، الله يسر امورهم ان شاء الله ويعطيهم لن يرضيهم حيين ميتين ان شاء الله يا رب. شكرا لهم شكرا، الله يفتحها بوجيههم يسر امورهم يرزقهم برزق لا احترم يا ربي. الله يعني.